مع كامل احترامنا لكل الاجتهادات، هل وجود وظائف تانية بتحاول انها تقدم مساعدة بيخدم الطب النفسي ولا لا؟ هو احنا وعلماء الدين والناس الروحانيين واللايف كوتشنج والمدربين، كل دول بيحاولوا ان هم يحسنوا السلوك البشري. فلا ندعي انه الطب النفسي او حتى بتوع علم النفس هم دول الوحيدين اللي مخولين ان هم يصلحوا نفوس الناس او سلوكهم. لا، في جهات كتيره بتشتغل، في حتى علوم الاداره والحاجات دي كلها بتعمل ده. الطب النفسي بيشتغل في الجزء المرضي واصلاح الامراض، لكن نشا في الفتره الاخيره، السنوات الاخيره، حاجه اسمها الطب النفسي الايجابي اللي هو البوزيتيف سايكاتري، وعلم النفس الايجابي البوزيتيف سايكولوجي. دول بيشتغلوا على تحسين نوعيه حياه الناس اللي ما عندهمش امراض كمان. الجزء ده قاموا واخدينه الناس بتوع اللايف كوتشنج وبداوا يظبطوه ويقدموه بصوره سهله شويه على الناس ان هم يتقبلوها. حلو قوي. يعني انا هفهم من كلام حضرتك انه طالما انا مش مريض ينفع استعين بلايف كوتش، بحد مشير يساعدني، لكن لو انا مريض انا محتاجه اروح لطبيب نفسي واقبل اني حتى وده اللي احنا بنقوله بقى بتوع اللايف كوتشنج، ما تقربش المريض، لان المريض نميزها ازاي دي؟ المريض له قوانين اخرى. وقعدنا نعد في الطبيب المتخصص اللي عايز اللي هيعالجه لسنوات طويله، لانه المريض في حاجات عايزه تتصلح، جزء منها طبي وجزء منها بعلاج نفسي وحاجات بالشكل ده. طب ما تغششنا يا دكتور، انت انا مريض محتاج طبيب نفسي، لما مش محتاج افضفض مع صاحبي يعني. لما تتوقف قدرتك عن ممارسه نشاطات حياتك العاديه، يعني ما انتش قادره تروح الشغل، ما انتش قادره تخرجي مع اصحابك زي ما كنت بتخرجي كل يوم، ما انتش قادره تمارسي هواياتك زي ما كنت بتمارسيها، توقفت حياتك، او بتعاني معاناه شديده تخليك ما تقدريش تمارسي نشاطات حياتك. هنا انت محتاجه تروحي لطبيب نفسي. ليه بقى؟ لانه ممكن الاعراض النفسيه تبقى موجوده عند الناس العاديين، يعني الحزن موجود عند ناس كتير قوي، الغضب موجود عند ناس كتير قوي، لكن امتى نقول ان الحزن هيبقى اكتئاب والغضب هيبقى اضطراب مرضي؟ ده لما يكون دي سكة جميلة وممكن نفهم منها فقد القدرة على التكيف مع وظائف الحياة اللي هو